علم غير العالم، أنشطة تفاعلية ترسم البسمة والفرحة على وجوه طلبة قطاع غزة، خصوصا في ظل ما يعانيه القطاع من أوضاع صعبة وفي ظل جائحة كورونا. أطفال قطاع غزة أكثر أطفال في حاجة لهذه الأنواع من الترفيه لأكثر من سبب، طبعا بسبب الحروب اللي خاضوها وبسبب الأزمات اللي مروا فيها، إضافة إلى الأزمة الأخيرة اللي هي أزمة كورونا قطعتهم من قطاع تام على المدرسة، فكنا في حاجة لأنه نحاول نستخدم معهم أنشطة وفعاليات تحببهم في المدرسة، إضافة إلى ذلك أنه إحنا كمعلمين بنستفيد من هذه الأنشطة في أنه إحنا نشركها في حصصنا وفي داخل الكلاس نفسه. الفعاليات هذه نظمت في مدرسة الفارابي الأساسية في غزة بدعم من الاتحاد الأوروبي، ورأت المعلمات فيها ضرورة لتعزيز تواصل الطلبة مع مدارسهم بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم. نحب أنكم تعملوا بشكل مستمر فعاليات مثل هذه الأنشطة علشان الطالب دائما يكون في عنده تواصل بين التعليم والبيئة والمدرسة وبحب، لانه في اللحظه في الفتره السابقه لاحظنا انسحاب بعض الطلاب من المدارس. نفسيا بتلاقي الطالب انه ارتاح نفسيا، بحس انه المدرسه اصبحت كانها بيته الثاني، انه مكان لتفريغ، مكان لانه يعيش في مجتمع سليم متعافي، يمارس أنشطة متنوعة من أنشطة اللي بحبها. كمان ممكن أنه يرفع من مستوى دراسته، إذا نفسيته الطالب ارتاحت كمان ممكن مستوى الدراسي يرتفع. وكنا بدنا نعقم إيدينا وكنا بدنا ندرس ونتبع دروسنا وعافر. الفنانون والمهرجون إلى جانب طلبة الجامعات الذين جاءوا لرسم البسمة على وجوه الأطفال رأوا ضرورة في استمراريتها لدورها الكبير في صقل شخصية الطفل وتعزيز قدراته على التعبير عن ذاته وتوسيع مداركه. اليوم فعاليات كهذه اليوم داخل مدارس للأطفال إشي ناجح، إشي اليوم بعزز الطفل إنه يستمر على التوعية اللي إحنا بنغرسها في ذهنه بشكل عام. واليوم ما إنه بس على قد إنه نستكفي اليوم فقرة واحدة ترفيهية مع الأطفال أو توعية أو حتى التوعية عن التعليم، لا اليوم نستمر بالأفعال هذه الترفيهية بالمشاركات، لأنه اليوم أصبح الأجواء الترفيهية بتعزز من الطفل وبتعزز من قدراته التوعوية ومن فكره الذهني. عشان هيك احنا بنطالب بكل صراحة ومصداقية اليوم الاستمرار في العمل هذا داخل المدارس بشكل عام.